سؤال مهم يا دكتورة، قلت كيف تحدث العالم. ممكن بس قبل عشان وقتك أقول لك كيف تحدث العالم لكي يزداد فخرك أن مصر عندها محمد صلاح. قلت يا فندم الديلي ميل كتبت بعد الإصابة بثلاث دقائق كيف تخاذل الحكم عن حماية محمد صلاح. بص يا فندم خليك معايا، لا ما فيش ولا لاعب من غانا لابس محمد صلاح في الكرة الخامسة. استنى يا أستاذ محمد مهدي خليه يكمل كلامه وتقطعش عليه. يا باشا لو داس على رجله يا كابتن مهدي، انت كنت بتتفرج على ماتش تاني يا كابتن لو سمحت. بس لو سمحت، الجارديان البريطانية أشارت في أكثر من ثلاث تقارير محمد صلاح أصيب خلال مواجهة غانا وبريطانيا العظمى لم تنم. التلغراف صحيفة التلغراف تحدثت ملامح الاكتئاب والحزن ظهرت على وجه صلاح وكاد يبكي عقب خروجه. صحيفة مترو البريطانية حرصت على الحديث في أكثر من ثلاثة عناوين رئيسية في الصفحة الأولى، تحدثت عن إصابة محمد صلاح وقالت إن هناك تأمين بالملايين وشركة التأمين قلقة على إصابة محمد صلاح. حضرتك صحيفة تصن تقرير من ساعة تحدثت أن المصريين خلي بالك لا يعرفوا قيمة هبة الله لهم في لاعب. هي دي بقى الفضيحة يا أستاذ عبد الناصر. أستأذنك بس أستأذنك، قلت حضرتك مشجع ليفربول على كل صفحاته بالملايين يطلبون من إدارة ليفربول اطمئنا لهم على محمد. بس خلاص انت، انا كده خدت اجابات كل اسئلتي وبشكركم جميعا، وانا عايزه في اخر الحلقه اخر الفقره دي ان انا اشكركم جدا، ويا رب يعني نكسب يوم الاثنين. وقبل ما اكمل انا عايزه اقول انه محمد صلاح قيمه، فما ينفعش انه الغرب ينتقدونا في ان احنا بننتقد محمد صلاح وان احنا بنهاجمه وان احنا مش عارفين قيمته. ما ينفعش يا جماعه. وبعدين احنا لازم نشجع المنتخب بتاعنا، دول حاجتين اللي انا عايزه اطلع بيهم النهارده. يعني هما بيلعبوا هما الاثنين باسم مصر، طالما بيلعب باسم مصر لازم اتكلم معلش يعني على مستوى الحدث.